بقالها شهور طويلة لعملية إنهاك الشعب، إنهاك الشعب المصري. بيدخلونا دواخين يعلمونا كل يوم، على ما الواحد يبتدي هيسأل ايه اللي حصل ده يا جماعه، تكون ايه ضربه تانيه، فبتعمل في العالم عمالين نلف حوالين نفسنا. فاحنا لازم ننتبه ان في عمليه انهاك واستدراج لانهيار قدره تحمل هذا الشعب، وامتصاص الطاقه الثوريه الايجابيه اللي جوانا، بحيث ان احنا بقينا مش مركزين. يعني اللي حاصل انه عمالين مستدرك في قصص وما بننتبهش للمصايب والاعماق الشديده اللي عمالين الناس عماله تجردرنا، خلاص عدينا البراميل. فانا اعتقد ان المرحله الجايه احنا دايما لازم نفكر في المستقبل، وما نفكرش اننا نكون رد فعل. للاسف احنا لغايه النهارده وصلونا اننا بقينا رد فعل، بنستنى هم ضربه استباقيه فنقوم ضربه استباقيه دلوقتي. انا عايزه بس اسال، واحنا على الهواء فجينا ما قالتلناش.